البايثون لامدا. اللامدا فعليا موجودة في معظم لغات البرمجة، وهي ببساطة شديدة جدا جدا، انه في بعض الاحيان بحتاج انه بدل ما انه انا اعرف دالة بروح بستخدم اللامدا اسرع لي ببساطة شديدة جدا جدا. يعني انا شغال في شغله معينه، بدل ما اغلب حالي اعمل ديف لفانكشن واروح اعملها كول، خلص بروح بكتبها في نفس اللاين، بتسهل علي برودكتيفيتي في كتابه الكود اكثر. ايش السنتاكس تبعها؟ انه بستخدم الكيورد لامدا، وهنا انا عندي الارجيومنتس وهنا الاكسبريشنز. هنا الارجيومنت ارجيومنتس اللي ممكن يكون عندي اكثر من ارجيومنت، وهنا الاكسبريشن. يعني على سبيل المثال بحكي انه لامدا اي، الاي ايش راح يكون؟ عباره عن الارجيومنت، انا راح امرر له اياه. ايش يعمل فيه؟ زود لي على الاي 10، هاي الاكسبريشن بهذا الشكل. فبالتالي انا عرفتها في ون لاين، بدل ما اعرفها ديف فانكشن وريتيرن هي لحالها، انه في انا عندي امبليسيت فانكشن تاخذ باراميتر اي وبتزود لي عليه 10 وبتعمل لي ريتيرن لإله. كيف بدي استدعيها؟ بحكي اكس بالضبط. هذه بتكون انه اللمدة هذه انا اديتها اسم. في بعض الاحيان بيكون انه بستخدمها بدون اسم، يعني فيش داعي انه انا يعني اعملها اسم، بستخدمها بشكل انونيموس. تمام؟ هنا مثال ثاني انه اكس بتساوي، يبقى هذه اسم الداله، داله اللمدة اللي احنا بدنا نعرفها، وبحكي انا في عندي تو باراميترز A و B، بقول له لو سمحت رجع لي حاصل الضرب بين A و B بهذا الشكل. ما تمام زي هيك برنت لامدا بالضبط مباشرة. نجرب هذا الكلام في سينتاكس، احنا نحكي نعرف لا تاخذ A وبترجع تعمل A زائد 2 مثلا، والاستدعاء بيكون X زي استدعاء الدالة بالضبط 2 بهذا الشكل. وهنا لما يكون في عندي أكثر من باراميتر A و B بقول له رجع لي حاصل الجمع، وهنا X A B. كيف؟ نعم كيف؟ اوكي صحيح. خليني أجرب لكم هذه الشغلة. إحنا ممكن يلزمنا إنه إحنا نعمل random list. فأنا على ما أذكر إنه أنا from نستخدم دالة السامبل.
أنا بعمل import random. هذه أسهل طريقة لأنه أنا أعمل generate لسامبل بالضبط لراندوم لراندوم ليست. هنا أنا بحكي له إنه أنا بدي خمس أرقام اللي هو هذا البراميتر، تمام؟ والأرقام هذه بدي إياها تكون من العشرة لغاية الثلاثين. أنا ممكن أقول إنه أنا بدي من الصفر للتسعة وتسعين، بدي خمس أرقام. شوف الراندوم ليست اللي طلعت معايا، خليني أحطها في نفس. فهنا كل ما أشغل